مش لحسن يا مسكين. بطل يا ده رجلي تنجح النسوان دي. هو حد كلمك؟ في واحد في دماغي مسكين عم اقول له بيقفشني عشان سوق اللحمه محتاج الرجاله الدفيانه. طب غور من قدام المحل، غور غور لما تخورك انت وسمحت. والله انا عارف انك ما حتسكت النهارده. انا يا قاتل يا قتيل. طب خد اي وكمان عم تطلع. غدوني غدوني يا ناس، غدوني يا مسلمين. سعد ودلوك القبط قتلني قتلني. توصلوا بالسلامة. الله يسلمك يا بنتي. خلي بالك من جوزك يا خديجة، اوعي تزعليه، تحطيه في عينيكي. حاضر يا ماما. وانت يا عمي معيش توصية على حاجة؟ لا بنتي مش عايزة وصاية، أنا عارفها مربيها كويس. يلا يا جماعة عشان نلحق نسلم عليهم تحت. يلا خليكوا انتوا، احنا عارفين الطريق. لا ازاي انت تيجي؟ اتفضل. عندك هون على فين كده؟ ان شاء الله انت هو اللي معاك. شفت يا ابوي؟ شفت آخرة الطبطبة؟ خبري هون بترد على السؤال بسؤال، بنقول لك على فين؟ هنقدم ودلوكة يا ابوي عشان سايح دم مسلم وكأنه فروجة. حاسب يا ابو الأستاذ، لا فروجة ولا ديك، احنا نقعد ونتحاسب والغلطان يدفع ثمن غلطه. يلا كل واحد على بيته، المشرعة مش ناقصة قتلة. ارحمونا. يلا شيخ. كيف يا شيخ كامل؟ كيف؟ العود زي الحريم وحق رجله هيموت. يعمل ايه في ابويا اللي طلع لنا من تحت الارض؟ لو محروش روح انت واحنا نقوم بالواجب معاهم. لا ما ينفعش. يلا تعالوا معايا دلوقتي. يلا يا رجال يلا. روش علينا في السؤال بقى ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معقول يا حسن بيه ما كنتوا قاعدين معانا شويه؟ معلش الاستاذ حسن عنده مشاكل كتير في مصر. ربنا معاه. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. الو مين؟ ايه؟ سعد لوقا ورزي؟ خير يا حاج. بيت لوقا مش قليلين، علشان شي رزي في الريحه والجايه مسخر واحد منيهم. ما تلفلفش زي الحريقه. محدش جاب سيره البيوت والغيطان، ولا انت عشان طلعت لنا كرسيين هتزلنا بيهم؟ يا اخوانا لو مشيت رسمي التنين هيتعور. كيف يا سيدنا الشيخ؟ هو الجاني زي المجنى عليه؟ في أمن الدولة يبقى زيه عركة بين مسلم ونصراني، طوالي أمن الدولة وحلني على ما يطلعوا يكونوا شبعوا نفخ وضرب. يا ناس العدل شوي، رشدي ما راهوش غيري في البلد كلاتها لغاية ما وقف حال الجزارة بالإشعاعات. بس انت فتحت دماغه. يا مقدس أنا معذور برضو، رشدي عم بيلفلف في البلد كلتها يقول إني ببدل اللحم بلحمة خنزير لغاية ما وقف حال الجزاري والسبب عم بمتلس. بس 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 اللي بابا جاي اهو كل لك يحط لسانه جوه خاشمه ينطقش. اللي يتكلم الحاج محمود. افرد خطوتك يا رشدي ولا ماشي على قشر بيض اياك. حاضر يا عم الشيخ. ايه اللي حاضر؟ خلاص في سلام عليكم. يعني انقتل وابدأ بالسلام؟ تركب كيف دي؟ اتقاعد ما تعملكش فلقة. وهي ما نقتل المسلمين ما انا معديها المرة دي. هتعمل ايه يعني يا رشدي؟ اطلع عدل على امن الدولة واللي تقولوا الحكومة يمشي علي وعليكم. بس هس هس الشيخ محمود هو اللي هيحكم. سبب المشكلة دي ثلاجة توفيق قاطع اللي سي رشدي بيعملها وكأنها ولده. يا اخوانا خلينا نخلص. قول لي يا رشدي ترضى بايه ونخلص الموضوع؟ افتح نفوخه زي ما فتح نفوخي، ولا انتم مستهترين بي عشان ماليش بدنه في البلد؟ والكعبه المشرفه ده انا قتلها رجاله وبصلاح كمان. يقعد ما ينفعش كمان ان هملكم تاكلوا ببعضيكم. ده الشرع بيقول اللي يضربك اضربه. ياه يا ويل الشرع منكم. الشرع كمان بيقول وان تعفو هو اقرب للتقوى. العفو؟ لا انتم مستهترين بي. ده انا هقلب بني خاطر شرقه وغربه. ده انتوا مش عارفين انا مين. اتكسر للرجاله يا عم رشدي، خلي النهارده يعدي على خير. ترضى بحكمي؟ لما اعرفه الاول.
تاخد تمن علاجك وسعد يحب على راسك. قلت ايه؟ وافق يا رجع علشان خاطر عمك الشيخ. هو كده الفقير ديته قرشين ويسد حنكه. هتاخد اللي انت عايزه، ما تعقدهاش، هديك 1000 جنيه. 2000 جنيه يا دوبك هتعالج في مستشفى الجامعة. اجيبهم منين يا خل؟ يود هندبر حالنا، خلينا نخلص.